الصهيوني، استاذ كيمياء الاراضي والمياه واستاذ المظاهر المشعه والاشعاع في مجالات العلوم السلميه، ورئيس قسم الزراعه والانتاج الحيواني، ورئيس وحده الاراضي الاصفر ومركز الشرق الاوسط الاقليمي للمظاهر المشعه في الدول العربيه. واشكر الشركه الراعيه للمحاضره بتاعتك دلتا ووتر محسن. النهارده بنتكلم عن التقنيه المغناطيسيه واثرها على تعديل ملوحه المياه الجوفيه المالحه. لكي تصلح لاستعمالها للانتاج الزراعي. قبل ما نتكلم عن التقنيه المغناطيسيه هنتكلم شويه عن الميه كتمهيد عشان نعرف الميه اللي احنا بنستعملها واللي محتاجينها. هنتكلم شويه عن مصادر الميه وكمياتها ومدى اهميتها ومدى احتياجنا ليها. فاحنا بنقول ان الميه المصدر بتاعها هو المطر فقط. بتجيني بوسائل عده، قد تكون مصدر مباشر، مطر مباشر زي اللي بينزل على سينا، مرتفعات سينا، مرتفعات البحر الاحمر، في مطروح والسبلون وعلى الدلتا، شمال الدلتا. الميه دي بجزء منها بنزرع بيه زرعه، اللي هو الزراعه على هي واحده بتاعت المطر يعني، والباقي بيحصل له اللي بينفذ داخل الارض او بنصرفه او بنجمعه عشان نزرع بيه تاني، في نعمله مخرات ونجمعه في اماكن تجمعه لاستعاده استعماله. المصدر الثاني اللي هو المفروض الوسيله الثانيه نهر النيل، جاب لنا الميه من اعالي مرتفعات بتاعه الحبشه، سواء عند البحيرات الكبرى والبحيرات الصغرى وبحيره فيكتوريا، وبعدين بتتجمع من منابع النيل وتنزل على السودان، عطبره، النيل الازرق، النيل الابيض، تدخل عندنا السد العالي وبحيره السد العالي تجمع بالميه، وبعدين تمشي على خزان قصاد ثم خزان قسط ثم تمشي الى غايه القناطر الخيريه. في ثلاث رياحين بعد كده، رياح المنوف والرياح التفريقي والرياح البحيري، وبعدين منهم ترع بعد كده اسمها الترع، والترع بتودي الى الارض ثم الى المراوي الصغيره اللي جوه داخل الارض. الميه دي بعد كده يا اما بنزرع بيها، واللي بيتصرف بيتجمع في مصارف، المصارف الكبرى بعد كده، وبصرف بيصرف على البحر، بس احنا بنستعمل مياه الصرف دي لاعاده استعمالها تاني في الزراعه. يا اما بنخلط يا اما بنستعملها مباشره. المصدر الثالث هو المياه الجوفيه، وبرده جاي لي عن طريق المطر. ازاي الكلام ده؟ الميه بتنزل، احنا اللي بنقول بقى الميه بتنزل على اعالي نهر النيل او الحبشه، منطقه الحبشه ومنابع النيل. جزء منها بينزل داخل باطن الارض وبيوصل لطبقه اسمها طبقه الحجر الرملي النوبي، ودي طبقه رمليه نافذه للمياه، وبتيجي من منابع الحبشه ومنابع النيل وبتسري في طريقها الى اتجاه البحر الابيض المتوسط طبقا للميول الموجوده بين المرتفعات هناك والفرق بتاع البحر الابيض. بس في مصدر ثاني للمياه الجوفيه اللي هو كل المسطحات المائيه اللي موجوده في داخل جمهوريه مصر العربيه بيحصل لها حاجتين. جزء بيتبخر وده بتبقى زياده البخر في الجنوب، والجزء الثاني بينفذ الى باطن الارض، الارض الى المياه الارضيه ثم منه الى المياه الجوفيه. اذا عندنا مصدرين للمياه الجوفيه. انا عايز اشير على الاولانيه بقى اللي هي حجر الرمل النوبي. انا بقول ربنا حبانا بيها بس احنا مش واخدين بالنا. واللي بيتقال اللي هقوله في السعوديه في مرتفعات شمال شرق السعوديه اللي اتبعت حوالي من 1400 كيلو الى 2500 كيلو، بتنزل المطره هناك وبتظهر لنا في زمزم. يعني زمزم ده مصدره امطار موجوده في شمال شرق السعوديه في المرتفعات اللي هناك،
الامطار اللي بتنزل هناك وبتمشي في طبقه ما موجوده الى ان تطلع في بير زفت، وبتمر بقى على حاجات ما يعني مشبعه بالحديد، وبتبقى مجال مغناطيسي فبتعمل ما تعمله في الميه، عشان كده الميه بتيجي بير زفت ميه صافيه، ميه ما فيهاش ملوحه، وفي نفس الوقت ما فيش اي اصابه ميكروبات فيها خالص، لا ميكروبات ولا فطريات ولا طحالب ولا اي حاجه. بير زمزم على مدى السنين الطويله اللي هو بير زمزم بيمدنا بيه من الميه في المكان اللي هناك. المنظر الثاني احنا قلنا برضو اللي هو ايه، المياه الجوفيه الثانيه، ده في طبقه الحجر الرمل النوبي، وده تبعد تحت سطح الارض من كيلو الى 2 كيلو، يعني من 1000 متر الى 2000 متر. الطبقة دي ماشية موجودة وبتمدنا بالمية باستمرار مستمرة، ما هيش حوض هناخد منه، بيقولوا حوض جوه جوف المية وبناخده وبعدين ده هيخلص لأن ده مش عارف ملك الأجيال وإحنا كده هنخلصه والكلام اللي بيتقال ده، لا، المية عندنا مستمرة جاية مستمرة من منابع النيل، بس مش نهر ظاهري، لا، نهر في باطن الأرض. فمصر عايشة على نهر من على بحر من المياه، على بعد من كيلو الى كيلو ونص، ومياه او 2 كيلو وميه عذبه. علينا ان احنا نعمل ابيار في هذا المكان وهتطلع لنا ميه عذبه. الجزء الثاني قلنا من المياه الجوفيه اللي هو بيحصل تسربات من او امتصاص او داخل من سطحات الميه الى ان يصل الى طبقات تحت الارض، واحنا بنسحب من اللي بيعمل بير يعني 100 متر ولا 150 متر ولا 30 ولا 40 متر، اللي هو اللي يعني اللي على قده اللي عنده ارض بسيطه، فبيعمل بير صغير وميه بتجيب. لا سكت كده سكت. فبيوصل الميه دي عن طريق طبقات مختلفه بتعدي عليها الميه، وبعدين احنا بنخبط بير حسب الميه اللي بتطلع من روحتها، حسب الطبقات اللي عدت عليها وحسب الطبقات الملحيه اللي هي مرت عليها، ممكن تكون ملوحتها عاليه، ممكن ملوحتها انواع من الملوحات. فبالتالي انا عايز اقول ان الميه مستمره واكد عليها وليست منتهيه، ومد سنوي ومستمر، اذا الميه متوفره ما عندناش اي عجز في الميه، عجز في الميه اللي فوق اللي احنا في التبات الدوليه اللي هنقولها بعد شويه. فاحنا عندنا ضغط مصدرين، قلنا المياه الجوفيه اللي هو المياه الموجوده في حرم الرمل النوبي، والمياه الجوفيه اللي موجوده على ابعاد فوق ال 1000 كيلو لغايه سطح الارض. الشق الثاني محتاجنا المياه، الارض انا يعني لغايه قريب لغايه سنه 2011 كنت يعني اعرف ان الصحراء الغربيه دي كلها كثبان رمليه ورمال متحركه ورمال ناعمه والكلام ده، وده اللي احنا اتعلمناه بسننا، وللاسف هو ده اللي في المناهج اللي بيعلموه لنا. الكلام ده كلام مش منطقي وغير صحيح بالمره، لان في ابحاث ناسا رصدوا عن طريق التصوير الجوي وان منطقه الصحراء الغربيه هي منطقه سهله سهول، ما هياش متابعات حتى عشان نقول نعمل عليها زراعه، لا دي سهله وزرع والميه قريبه من سطح الارض. اذا احنا الارض عندنا والميه عندنا، بس احنا مش عارفين نستخدمها. قلنا نشفى على قد ما تعلمناه وعدنا على قد ما علمونا، لا لازم نخرج بقى من الكلام ده، والجيولوجيست يجتمعوا مع جماعه بتوع الهيدرولوجي ومع بتوع مصادر الميه مع بتوع الاصلاح الاراضي ويتفقوا ويعملوا برنامج ويدرسوا الطبقات اللي تحت الارض ويطلعوا الميه اللي هي بنقول انها موجوده تحت باطن الارض على بعد 1000 او 2000 كيلو. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها ان مش بس الميه بس ولا الارض بس توفر، لا ده بدل الرئيس بيقول 4 ملايين فدان عايز استصلح وهستصلح يعني عن مليون ونص قريب الاسبوع الجاي ان شاء الله، لا ده انا بقول ده احنا ممكن نزرع 18 مليون فدان موجوده، لان مش من المنطق ولا العدل ولا العقل ولا اي حاجه ان تبقى مصر مساحتها مليون كيلو متر مربع واحنا عايشين على 6% منها، مش معقول عندنا الارض دي كلها وسايبينها وقاعدين في اوضه واحده، سايبين الشقه قاعدين في اوضه واحده، مش بطل. واحنا محتاجين هذا التعمير، عشان كده الاصلاح بعد كده هيبقى معمول يصلح مكان ويتعمل فيه قريه، يعني هيحصل الاصلاح مع التعمير ويتعمل لهم مدرسه تعمل لهم خدماته، وعشان كده تبقى ايه توسيع في العمران والتعمر.
ونعمر الاماكن ونزيد من مساحه بقى 6% دي اللي احنا محصورين فيها. لكن انا بقول ان احنا ممكن نزرع 18 مليون فدان غير الستة اللي عندنا، والميه موجوده والارض موجوده. ونرجو ان احنا يعني اخواننا بتوع الجيولوجيا يشوفوا لنا حكايه الطبقه بتاعت حجر الرمل النوبي ويرسموها لنا ويقولوا لنا، يكلموا يقولوا لنا ايه. مش بقول الكلام ده نعرفه من بره، ما نعرفوش عندنا. مش معقول ده تصور بالتصوير الجوي واحنا عايشين هنا مش عارفين. ما حدش قال كده ابدا. احنا الميه موجوده والارض موجوده، ونامل بان احنا نزود الارض مش 4 مليون لا 18 مليون بتاعنا. وده الجزء الاول بتاع الميه. بعد كده هنتكلم عن التقنيه بقى المغناطيسيه. انا معايا مغناطيس صغير اهو موجود، كان في لعبة أطفال. قوته 1/10 جوز. 1/10 جوز. هذا المغناطيس لو قربت منه بيحصل ايه؟ بيحصل فعل اهو. ده 1/10 جوز. شايفين الفعل اهو؟ الجذب ده كلنا عارفينه طبعا، حاجه جديده. المغناطيس بيجذب المعدن، حاجه مش المغناطيس ده 1/10 جوز، قوته 1/10 جوز. الجهاز اللي بتقدمه الشركه ده، القوه المغناطيسيه اللي فيه او المجال المغناطيس اللي فيه، قوته 14500 جوز. يعني الفعل ده بيتضاعف هنا لما الميه تمر عليه الى 14500 جوز. طيب نيوتن بيقول ايه؟ بيقول لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. أليس هذا فعلا؟ تخيل الفعل ده مضاعف 145,000 مرة يبقى شكله ايه؟ خلاص؟ إذا حصل هنا فعل يبقى فيه رد فعل، الفعل هنا اللي هو الجذب، ورد الفعل موجود على الجزء اللي مجذوب أو اللي تعرض للمغناطة أو الجذب بالمغناطة أو بالقوة المغناطيسية دي. وبعد ما ياخد هذا الوضع بياخد قوة المغناطيس اللي هو فيه، والقوة دي يعني زي ما قلنا في الجهاز 145,000 14,500، أدي دي 145,000 مرة. بياخد طاقة فعل جديدة أهو تكتسبه، ده مش المغناطيس بيكتسب المجذوب ده بنفس قوة المغناطيس اللي هو متعرض له. فالقوة الجديدة اللي انجذب للمغناطيس انجذب بطاقة المغناطيس ال 14,500. وبالتالي هذا الفعل فعل لو كان في أيونات أو ذرات بتبقى متحركة واخدة طاقة كبيرة جدا بسميها طاقة الوضع. جماعة بتوع الفيزيكس بيعرفوا إن في حاجة اسمها طاقة الوضع. بياخد طاقة الوضع الجديد اللي هو بعد عملية الايه؟ الجذب. طاقة الوضع دي بتبقى طاقة مغناطيسية. طاقة الوضع بالنسبة لنا طاقة مغناطيسية حتى الآن. طيب احنا بنتكلم بمياه جوفية طبعا عبارة عن مية مذاب فيها عدد من الأملاح. مش هنخوض بقى إن احنا نوسع، هنقول ملح واحد هو اللي دايب عشان نقرب ذهننا للكلام، وبعدين نطبق الكلام ده على كل الأملاح الموجودة. هنقول أبسط حاجة هو ملح الطعم. صوديوم كلورايد. صوديوم كلورايد متكون من ذرة صوديوم وذرة كلورايد. الملح اللي احنا بنشوفه على السفرة اللي هو الكريستال، كيوب الكريستال ده. الرابطة اللي ما بين الصوديوم والكلورايد هي رابطة تساهمية أو رابطة تعاونية، مفيش فيها كهرباء. لكن مجرد ما الملح يدوب في المية تحول إلى أيون صوديوم وأيون كلور. أيون صوديوم وأيون كلور. يبقى الرابطة اللي بينهم رابطة إلكتروستاتيك بوند. والرابطه الالكتروستاتيك دي يعني الكترو، انا قلت الكترو مش محتاج ان انا انها كهرباء. فاذا الالكترو دي مع المجال المغناطيسي تعمل بدل ما كان طاقه الوضع قلت طاقه مغناطيسيه قبل كده، بقول لا ده هي طاقه مغناطيسيه كهربائيه. ماشي كلام ولا لا؟ اذا اكتسب طاقه وضع كهرو ماجنتيك فورس او انرجي. طيب الميه في الجهاز
بيبقى لها مدخل، قبل المدخل في الموتور اللي بيطلع الميه جوه هذا الجهاز، وبعدين بتطلع مجال مغناطيسي في الوسط بتتعرض الميه لهذا المجال المغناطيسي، بتدخل الموتور عشان يدفع الميه يعدي من الجهاز ثم الى شبكه الري، سواء كانت بالتنقيط فيها شبكه مواسير ثم النقطات، او بالمحور البيفوت، فبيرتفع الى 600 متر. فالقوه الدفع هنا بالموتور في قوه دفع، في ديناميك فورس بتطلع الميه من وهي بقوه الدفع من الجهاز ده عشان توديه في الشبكه. يبقى اذا هنا في قوه ثانيه اسمها قوه ايه؟ قوه الدفع او قوه الحركه، ديناميك فورس. اذا الميه بتتعرض من هنا وتطلع من الجهاز عليها اثنين من الطاقه، طاقه الوضع اللي هي كهرومغنتيك، وطاقه الحركه اللي هي الديناميك. وبالتالي بتبقى في حركه شديده جدا وسريعه جدا، ويعني باور شديد جدا موجود، وانرجي عاليه جدا. هنقول هنعتبر ده نظريه من النظريات. في نظريه ثانيه هنقول ايه؟ لان في ممكن حد من الصالح يقول لي الله ده هو ما بيكسبش غير الحديد، ما بيكسبش ايونات ميه وبتاع. طيب ماشي انا معك. المفروض ان الميه بتاعت المياه الجوفيه فيها أملاح حديد دايب. طيب الأملاح الحديد دايبة دي لو قلت إن هو التركيز موجود بواحد من ألف من الجزء في المليون، يعني شوف التركيز بقى دي، يعني واحد وراء 9 أصفار وراء 8 أصفار ثم علامة عشرية، يعني تركيز لا يمكن قياسه، لا يمكن قياسه بالكلاسيك ميثود اللي احنا نعرفها، احنا بنقيسه في انتظار المشعة، لكن يمكن قياسه في الاجهزه العاديه او الطرق العاديه اللي احنا بنستعملها الكيماويه العاديه. تركيز يعني انا لو نفخت في ميه كده هديها التركيز. تركيز هذا التركيز الهائل في عدد من الذرات اللي معروف لدى العلماء معانا ان هو في عدد اسمه عدد افوجادرو. افوجادروز نمبر. افوجادروز نمبر ده بيقول ان الوزن الجزيئي للماده او للعنصر في 6.25 من 1000 ب10 أس 23 ذرة، يعني حرك قدام 6.23 صفر، تخيلوا هذا الرقم في الوزن المكبر للمادة. لو كان هيدروجين، هيدروجين ده مجرد الوزن المكبر بتاعه واحد جرام، يعني 1 جرام في 6.10 أس 23 ذرة. لو أنا بقول التركيز بتاع بقى 1 من 1000 من مليون، يعني 9 أصفار من 23، يبقى التركيز اللي انا بقوله ده فيه 1 في 10 أس 14 ذره. تخيلوا عدد الذرات الرهيب ده في التركيز التافه اللي احنا لا نقيسه ولا نعمل له اي حساب. هذا التركيز البسيط خالص، عدد الذرات الرهيبه دي، بتاخد نفس بقى طاقه الوضع اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، بتاخد طاقه الوضع الكهرومغناطيك وبتاخد طاقه الحركه، تكتسب طاقه كبيره جدا. جميل. طاقة كبيرة جدا اكتسبتها، ونتيجة الطاقة اللي اكتسبتها بتتحرك الأيونات بشدة وبعنف جدا وبسرعة جدا وحاملة طاقة قوية جدا. ويبقى الأيون بيبقى عليه طاقة لما قلنا كبيرة، الطاقة دي مش لوحده هو في المية الملح مش لوحده، ده معاه أيونات كتير. ومكتظه بالايونات بدليل ان التركيز التافه ده فيه 10 أس 14 ذره، يعني حاجه ابراهيمه يعني. فلو مسكنا ذره واحده منهم بس خدت هذه الطاقه اكتسبتها من مرورها في المجال المغناطيسي في المكان الصغير اللي قاعد فيه ده، الطاقه دي بتخليها تتحرك فتصطدم بايون اخر جت سكتها وهي بتتحرك عشوائي، فتصطدم بيه. الاصطدام ده بيحصل ان هو يديها جزء من طاقته وتقل طاقته، بس الاثنين اكتسبوا ايه؟ طاقه. الايونين اكتسبوا طاقه، الايونين دول عشان عليهم طاقه يضربوا اثنين تانيين يبقوا 4، والاربعه يبقوا 8، والثمانيه يبقوا 16، وال16 وهكذا، يعني لا عدد لا حصر له من الضربات، حتى اللي ضرب بقى طاقته بيضرب في ايون ثاني ياخد منه طاقه، يعني عمليه كمان متجدده داخل المحلول. الطاقة الرهيبة دي موجودة وهي دي اللي بتسبب بقى الأعراض اللي احنا هنقولها. دوبان
صوديوم كلورايد في الميه بيدي اعراض اللي هو ان انا ادوق يبقى ميه مالحه او ميه مره وكان التركيز عالي. صفات صوديوم كلورايد لو يدوق في ميه يبقى اما مالح كده او مر شويه. بيدي صفات كمان عسر الماء او عدم التصبغ. والإيد الجلد كده يقشف ويمسك والشعر ينفد وحاجات غريبة جدا. بعد ما كان الكلام ده كان امتى؟ لما كان ايون الصوديوم وايون الكلور قبل ما يعدي هنا قريبين من بعضهم انتمين مع بعض. ده ليه طاقة وده طاقة قريبة والاتنين انتمين مع بعض ليه بالرابطة الالكتروستاتيك. فبيظهر صفات الصوديوم كلورايد. طيب بعد ما اتعرض بقى للمجال المغناطيسي حصل ايه؟ بقى يتحرك بعنف بحيث ان هو ما عادش الاتنين جنب بعض. ببعض عن بعض الاتنين. هما موجودين لكن مش بعض عن بعض. ما عادش انتمى بينهم عشان يظهروا الصفات بتاعتهم. عشان كده لو دقنا الميه بعد ما نمر تلاقي الملوحه بتاعتها اقل من الملوحه اللي احنا بادئين بيها. يبقى احنا معنى كده ان احنا بنزيل جزء مش بنزيل جزء من الملوحه لان الملوحه هي اللي داخل قد اللي خارج. ولكن نيجي في تفاصيل اللي موجود جوه الميه اللي هو الصوديوم كلورايد ومفروض الهيدروجين والميه هيدروجين واكسجين. اثنين هيدروجين واحد اكسجين واحد صوديوم وواحد كلور. ايه اللي بيحصل؟ ان الكلور تحرر من الصوديوم وطاقته ارتفعت واذا اصطاد كلور ثاني يعني ينتم معاه ويعمل سي ال 2 يعمل غاز كلور. جزء منه يدوب وجزء منه بيخرج. الاكسجين نفس القصه. احنا قلنا عندنا اربع حاجات الكلور والاكسجين والهيدروجين والصوديوم. كلور وصوديوم وهيدروجين واكسجين. الاكسجين الكلور قلنا بيحصل له ايه؟ الاكسجين نفس الوضع بالظبط برضه بيحصل ان هو جزء الميه بينفصل بيتكسر من الطاقه الالكترونيه اللي بينهم دي او الايونيه اللي بينهم وياخد جزيء وياخد ذره ثانيه او ايون ثاني من الاكسجين ويعمل جزيء اكسجين او 2 وده غاز. فجزء يدوب وجزء يخرج. الهيدروجين جين لاحظنا في التحليل والتحليل مش معمول في مصر معمول في تونس لقينا ان نسبه الامونيوم ان اتش 4 الامونيوم زادت الى 70 ضعف ما احنا قبل ما تبدا الميه وتدخل فيها. بعد ما طلعت زادت 70 ضعف. النيتروجين ساب الهيدروجين لشراهته ذرته صغيره وايونه صغير فثبت الاكسجين الجو وبسهوله جدا. الصوديوم الباقي في البيئه بيتفاعل بقى مع باقي الميه اتش ولا حاجه من هيدروكسيد الصوديوم. الاصطدامات دي الاصطدامات اللي احنا بنقولها بتدوب في سكتها بتخبط في سكتها اي رواسب موجوده. سكت رواسب كلسيه فبيخبطها ويديها طاقه ويجعلها ايونيه فتدوب في الميه فيدخل ازالتها. اكاسيد الحديد نفس القصه. عشان كده الميه بعد ما تمر من الجهاز او من المجال المغناطيسي ده ما بنشوفش صدر حديد. صدر حديد ده احنا ما بنشوفوش. ولا التكلسات اللي موجوده في المواسير اللي احنا بيستعملوها الطريق. والنقطات ما بتتسدش عشان ما فيش التكلس وما فيش الحديد اللي هي بتسدها. فالطين من عمرها. والاستخدام المنزلي برضو ان هو لو ركبناه على حتى على ميه البيت بتاعنا هتلاقي ان الحله وخاصه في الساحل الشمالي الميه اللي بتعمل المياه جوفيه بيستعملوا مياه جوفيه ميه مالحه شويه بتاثر على الحله بتاعت السخان او حله الغساله. فده ما فيش اكسده ما فيش اكاسيد حديد بالتالي بتطيل عمر او عمر الاجهزه دي بالطول وما فيش تصدي بقى ولا بدل ما كل سنتين اغير الحله بتاع السخان ولا حله بتاع ده الغساله لا ده انا ممكن 10 سنين مغير بسبب ان الميه عدت على هذا المجال المغناطيسي نتيجه الطاقه اللي هي اكتسبتها. طيب لقينا كمان في الميه حاجه غريبه ان التوتر السطحي ودي ابحاث امريكاني قالوا ان التوتر السطحي بعد ما مر الميه في المغناطيس في المجال المغناطيسي ما عادش فيه توتر سطحي. التوتر السطحي له علاقه الباور اللي بين السطحين لان قوته شديده ما عادش الجذب ده يحصل. الجذب عشان يعمل قوه التوتر السطحي ما عادش موجود لان قوه الحركه بتاع الايون اسرع من ان هو الجذب. فاصبح الايون ده بتاع كل العناصر اللي موجوده سواء بقى كالسيوم او صوديوم او بوتاسيوم او منجنيز او 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 الى اخره فري جوه الميه هو رايح للنبات. كما ان الابحاث اللي هي اليابانيه قالت ان جزيء الميه ايضا جزيء الميه
المفروض ان هو بيبقى كل 8 جزيئات مرتبطين برابطه هيدروجينيه، كل 8 مع بعض وكل 8 مرتبطين بالثمانية التانيين، هي عباره عن شكل كده مكعب. فايه اللي بيحصل؟ ان لما عالت الميه في المجال المغناطيسي وعندها الطاقه الكبيره دي اصبحت كل جزيء لوحده، وفي منهم اتكسر اللي احنا قلنا جزء منهم اتكسر اللي هو عمل الاكسجين اللي نزل اللي طلع اوتو سواء في الميه او طلع في الجو. جزء من هذا خلى كله جزيء لوحده، يعني اصبح بدل الوزن الوزن المكافئ اللي موجود في الميه كل 18 الميه الاكسجين 16 والهيدروجين 1 يبقى 18 وزن جزيء، كل 18 مع بعض بدل ما كانوا كل 18 في 8 مع بعض، 18 في 8 مرتبطين بواحد الالكترونات الهيدروجينيه، ده جزيء كبير يصعب ان هو يحمل جزيء يحمل ايون ثاني عشان يدخله عند عمل اجراء عند حدوث عمليه الامتصاص داخل النبات. لما اتكسرت وبقى الجزيء واحد بقى اسهل له 18 ياخد مثلا حديد 56 بدل ما يبقى 18 في 8 زائد الحديد 56 حوالي 200، لا ده بقى جزيء صغير يسهل دخول، والجزيء والايونات اللي هي موجوده دي او العناصر دي اصبحت غير ممسوكه بالتوتر السطحي، مفيش حاجه ماسكاها، يعني فري وحره وهي اصلا دايبه قابلها جاهزه، فبتروح للنبات بسهوله جدا ان النبات يبتقطها وياخدها ويمثل بيها. والنبات طبعا لما الاكسجين ما شاء الله حواليه ده بيديله صحه وكفاءه عاليه جدا في النمو الخضري، والنيتروجين الموجود اللي احنا بنضيفه على اساس انها اسمده النطرطيه عشان ناخد النمو الخضري موجود زودت يعني قالوا 70 مره، وفي بعض العينات وصلت 200 بس احنا هنقول 70 اقل عشان ما نقولش يعني جت غلط او عينه قلت شويه. واصبح المجال حوالين جذر النبات مجال ايونات او عناصر سهله بسهوله تدخل مع جزيء الميه الصغير ده وتغذي النبات بدون اي اجهاد، ما بذلش الجذر حتى جهد عشان يمتص، مثل الامتصاص دي بينزل فيها جهد النبات، لا مش هتبذل لانها موجوده وسهله قدامه ورايحه له وبقوه عاليه وكفاءه عاليه وبشده وبعنف وبحركه شديده، بتدخل بسهوله جدا وده ينتج انتاج خضري رهيب عما كنا بننتجه قبل ما يعدي الميه في هذا المجال المغناطيسي. لقينا حاجه كمان غريبه، ان الان البيئه البيولوجيه حوالين جذر النبات كل الميكروبات او الفيروسات او الفطريات او الطحالب ما بتقدرش تعيش او تمتص هذه الميه عشان تمثل جسمها او هذه العناصر تمثلها في جسمها عشان تكمل دورتها لانها عليها طاقه عاليه جدا فبتنفجر. البيئه دي بتبقى نظيفه وده اللي قلناه في بير زمزم، ان الميه جايه لنا رغم انه ماشي الاف ومعديه على طبقات كثيره ورغم ذلك على مئات الالاف السنين وراء عشرات المئات ورغم ذلك لم يحدث اطلاقا اي نوع من التلوث. فالبيئه كمان الجذر حوالينه بيئه البيولوجيه بيئه صحيه فبينتعش بوجود الاكسجين وبيمتص الغذاء بتاعه والبيئه ما فيش حواليها ميكروبات ولا اصابات ولا فطريات ولا اي حاجه تصيبه، فبيطلع النمو الخضري نمو سليم نمو صحي، فبالتالي بيزيد النمو لانه بيمتص بسهوله وفي نفس الوقت صحي، فتلاقيه الخضار بتاعه كده واضح جدا وده اللي لقيناه مع التنفيذ بتاع اللي احنا بنقوله. طيب ده بالنسبه لامتصاص النبات، لا ده احنا نقول كمان الارض لو كانت ملحوطها مثلا نقول سي 5000 بارت بر مليون، وبعدين احنا عندنا الميه بتاعتنا مثلا 2000 اللي هنروي بيها و2000 دي ما تطلعش زرع بارت. ما طلعش ده، لقينا لو استعملنا بعد المجال المغناطيسي بقت حاجات تطلع او تنزرع اللي هي ما كانتش تقدر تطلع قبل كده اكتر من 400 بارت بر مليون، ابتدت تطلع بعد استعمال المجال المغناطيسي بمرور المياه عليه. الطاقه اللي اكتسبها خلته يقدر يوصل الزرع ده الملوحه حوالي 400 بارت بر مليون، رغم ان هو 2000، لكن الحركه دي وعدم الارتباط بين الايونات وبعضها بتفقد صفات بقى الملوحه اللي قلناها كمان، وبالتالي بتبقى ايه سهله ان هي تعمل تاثير على الحاجه الصلبه اللي موجوده.
ففي حالة الأرض اللي هي 5000 مثلا برضه من أملاح، والأملاح دي بتبقى صلبة في الأرض مش بتبقى دايما. طيب هو لما بيجي المية دي وبعد المرور فيها الطاقة دي فبتصطدم، قلنا زي ما قلنا الحديد والرسومات الكثيرة بتصطدم بيها وتحولها من صلبة إلى أيونية، ومدام أيونية يبقى ممكن تمشي مع المية بسهولة، ممكن تتغسل مع المية بسهولة. عشان كده بننصح بإن احنا نزود احتياجات غسلية حوالي 10% زيادة عشان تغسل شوية الأملاح اللي هي زيادة. بتيجي الأرض بعد كده مع مرة مع اثنين وثلاثة بتتغسل، واتخلنا عملنا إصلاح للأرض، عملنا إصلاح للأرض وعملنا استدراع من الأرض لو كانت كويسة صلصة ومتزرعش عشان المية مالحة بقت تزرع. إذا عملنا عملية استدراع أيضا يبقى إصلاح واستدراع، وتكرار تكرار عملية الزراعة بيحصل لها الأرض بيحصل لها تحسين، يبقى بنعمل إصلاح واستدراع وتحسين. ده مجرد بس إن المية مرت، ما بقولش مية مغناطة، إن كلمة مية مغناطة دي كلمة خاطئة تماما، يعني مية مغناطة يعني هي بتمغنط هي تكذب، ده كلام مش مظبوط. لكن المية مرت على مجال مغناطيسي ذو قوة وشدة عالية جدا. ده بقى لقينا كمان حاجات تانية غريبة أوي، إن اللي في المزارع السمكية لما مرروا المية على الجهاز قبل ما تخش المزارع السمكية خلت إن السمك المفروض مثلا بيجمعوا كل مثلا حسب الحجم اللي هو عايزه مثلا كل شهرين بيجمعوا كل 45 يوم، والسمكة شديدة عافية مش ناعمة، ترى السمك المزارع بيبقى ناعم كده غير سمك النيل اللي عضلاته قوية شديدة وليه طعم. التانية كده تلاقيها ميعة، خلت يعني لاحظنا إن كمان شدة في الأنسجة بتاعت وعافية وغير مريضة غير معرضة، لأن قلنا كل البيئة اللي حواليها سواء في ميكروبات أو أي حاجة موجودة في المنطقة اللي عايشة فيها بتموت وبتشمل. كمان لقينا في المزارع السمكية المزارع الدجنية نفس الحكاية، الدواجن أولا نسبة الإنفاق النفق بيسموها قلت جدا قلت جدا، دي نمرة واحد. نمرة اثنين إن بدل باخد دورة كل كذا يوم بقت واخد الدورة في ثلاث أرباع المدة، علاوة على إن هي كمان زادت حوالي 30-35%. وأيضا في اللي بيعملوا الإنتاج الحيواني بقوا يشربوا الخرفان يعني بتاع المنتج بتاعهم على المية دي، عملت زيادة حسب النتائج اللي يعني شفناها عندهم. هو كان بيوصل لوزن من حوالي 41-42 كيلو، بيوصل ل 48-50 كيلو، فزادت حوالي 25%. طيب انا عايز اقول بقى حاجه ثانيه من عندي انا بقى. اقول طيب الله، ما الانسان لو استعمل الميه دي، ما لو في اي ميكروبات في جسمه او اي خلايا غريبه، انتوا عارفين ارض ايه خلايا غريبه يعني، ها، فدي ممكن ان هي تموت ما تكملش حياتها، لان مش هتقدر على الطاقه الكبيره دي انها تستحملها اللي في المكونات بتاعه الميه اللي وصلت جسمها. احنا قلنا احنا المية الهيدروجي موجودة وبدخل جدال، وعلى الجيولوجيين نسبته كانوا احنا لان الطبقة دي موجودة اللي طبقة الحلب النور موجودة وجايب المية من منابع النيل حتى، واتحفرت ابيار في هذا المكان من كيلو الى 2 كيلو وطلعت مية 100 ومية عذبة كل حاجة. المية التانية بنقولها اللي احنا بنستعملها بنستعمل فيها بقى الجهاز اللي هي المية اللي جاية من المسطحات المائية لآلاف الكيلومترات المسطحات المائية في مصر، وبتخزيها على طول لأنها المسطحات المائية دي عمرها ما بتنضب، شغالة على طول طول السنة من فيها مية، وطول السنة برضه المية ما بتدخلش جوه الأرض، وبالتالي المياه الأرضية ثم المياه الجوفية. وقلنا مثلا احنا بنحاول بقى نشغل الجهاز ده على أساس إن هو يغير هذه الملوحة، مش يغيرها لكن بيصلح من صفات المية. اشتغل على سكيل يا دكتور ايميل. دكتور ايميل، ها ماشي، اتفضل حضرتك. يعني معلش اعتذر، مش اسئله يعني، احنا بنقول محاضره وبعدين هنقول اللي عايز يحط عليه. اتفضل يا دكتور، مش هنجي والله يا جماعه. بعد اذن حضراتكم نعتذر للدكتور حسن، كل واحد معاه بلوك نوت حضرتك تحط السؤال، واحنا هنفتح 10 دقائق للمناقشه بعد المحاضره. شكرا، اتفضل.
فاحنا لما نرجع تاني كده بنقول انه احنا المياه الجوفيه عندنا مستمره وما هيش ملك اجيال ولا هيش محدوده، والا كانت خلصت من زمان. لما محدوده في اخوات زي ما بيقول، والارض موجوده ومتصوره بالتصوير الجوي موجوده. انا شفتها سنه 2011 في فيلم كامل جاي كان مذاع يعني التجارب الناس هي اللي عملها. يبقى عندنا الارض وعندنا الميه، واحنا ما شاء الله بنزيد كل سنه مليون بني ادم يعني، وعندنا عجز بالاكل اللي احنا بنعمله. والغريبه قوي انه يعني ان احنا مثلا نستورد حاجات يجب ان احنا لا نستوردها. نستورد العدس يا جماعه، ده ربنا قال كل من عدسها بصليها، مش قالوا هات بصليها من بره وهات عدسها من بره، قول انزلوا كل المطر طول. هو انا استورد عدس؟ مش منطق ولا عدل ولا عقل ولا اي حاجه ابدا. الارض عندنا مسطحه، يعلمونا غلط بانها بتبان رمليه وانها رمال متحركه وانها النعم ما حصلش كده. متصور ده قدام. اذا لازم نغير الفكر ونغير المناهج اللي كانت المناهج اللي هي بتقال لنا، لان ده بنعلم غلط للاسف وبنرجع على كلام غلط. مش دي الحقيقه. مصر كلها خير، ده انا عايز اقول كمان حاجه ثانيه. ان تحت طبقه الحجر الرمل النوبي ده تحتها في بترول. هتقول لي ازاي؟ نعم. قالوها يعني طب ما احنا كده معلومه كده وانا عارف اللي اقوله انا ما اقولش بس ما طلعناها ليه ما طلعناها من السنين الطويله اللي فاتت لان احنا تحت برنامج محطوطين فيه محدودين فيه بيملى علينا ما نعرفش غير كده بس اكتر من كده مش هنعرف لما جت الشركه الطلياني وحفرت في البحر الابيض هنا في اسكندريه قدام شاطئ اسكندريه ووصلت ل 3000 متر لقيت ان هناك كميه فظيعه من الغاز موجوده في بطن الارض احتياطي يكفينا ما اعرفش قد ايه ومليارات الغاز اللي موجود. طيب انا بالعقل كده عايز اقول حاجه، هل معقول ان احنا في مصر على يعني على ناحيه الغرب ليبيا مليانه بترول وعلى الشمال في غاز والسودان كانوا الامريكان برضه الامريكان للاسف الامريكان كانوا بيهمهم ان ما عندهمش بترول الى ان جاءوا جماعه صينيين هم اللي حفروا وطلعوا البترول مليانه بترول والناحيه الثانيه على الشرق في السعوديه حد ما كده بترول وكده بترول وكده بترول وكده بترول الاربع اشمعنى الحته في الوسط دي ما فيهاش بترول هي فيها بس احنا نتعب والشركات تنتج تتصرف لا يا دكتور حسن ده كمان اذا سمحت لي ثانيه واحده ده كمان اطلقه شعره جميله جدا قال لك ان كل اللي حوالينا دخلوا موتاهم ما عدا المصريين حنطوهم فده السبب يعني بص كمان حضرتك وصلوها لايه؟ انا عايز اقول ان الخير في مصر. مصر تعوم على بحر من الماء. مصر تعوم على ابيار من البترول والزيت الخام والغازات. علينا ان احنا نسعى بقى بمخطط واضح وسليم عشان الاجيال اللي جايه. شكرا لكم وارجو من الاستاذ الجليل الاستاذ الدكتور حسن بسيوني استاذ كيمياء الراديو والمياه واستاذ النظار المشع والاذاعه واللغه السلميه وشكر والشكر الخاص الى الشركه الراعيه شركه دلتا ووتر لمعالجه التنميه. تفضل حضراتكم لفتح باب المناقشه. هتسمحوا لي عشان انا عارف ان الايادي مرفوعه كثيره مش هحدد عدد ولا حاجه بس هستاذنكم هاخدها الاول بالاول يعني لو سمحتوا لي اتفضل. على فكره انا عايز اقول انا بعد اي حاجه عشان الشغل الحضور الجميل والنصائح اللي جاي عندي النهارده الحمد لله واداره الندى والاداره الجميله بتاعتي. اتفضل يا فندم. حاضر انا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان الدفاعي بالزراعة من طلبة تسليم الدرجة أنا بشكر الأستاذ الدكتور حسن على المحاضرة القيمة اللي أنا شخصيا يعني بعيد عن المجال اللي هو بيشتغل فيه ولكن المحاضرة شديدة جامد جدا للكلام الرائع اللي أنا سمعته منك. المعلومات اللي حضرتك قلتها ديت معلومات في منتهى الخطورة إن يبقى كل المعلومات الكامله من المعلومات عن مياه جوفيه ومعادن وبترول وخير كبير جدا جدا واحنا المسؤولين بعاد عن هذا الكلام حتى لو كان في ضغوط معينه
لا احنا يعني ما فيش حاجه اسمها ضغوط. في سبيل ان الخير الموجود ده كله يطلع ونستفيد منه، ده يبقى خيانه للبلد. بالظبط كده، يبقى خيانه للبلد ان احنا نتقاعس عن ظهور هذا الخير الوفير في ارضنا. ويعني انا شايف ان في توافق بين كلام الاستاذ الدكتور حسن وبين الخطه الموجوده دلوقتي عن استدراع 4 مليون كتاب. وده طبعا ما هوش جاي من فراغ، يعني الدكتور طبعا فاروق الباز قعد مع الرئيس ونتكلم معاه في الامور دي كلها، وطبعا وضح له بعض المعلومات. يعني الدكتور حسن بيقول ان في امكانيه لاستدراع واستدراع 15 مليون كتاب، وده هينقل لنا نقله، يعني نقله خطيره جدا. شوف انا 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 بتهم فعلا اي مسؤول يبقى عارف هذه المعلومات وما ما يعني ما يبقاش في عنده الدافع والحافز ان هو يفعلها. بتهمه بالخيانه العظمى لهذه البلد. شكرا حبيبي. انا بقول لك فعلا انا اسفين ان الجماعه دول زملائنا واصدقائنا واخواتنا كل حاجه، بس هم مملي عليهم نظام معين، كانوا يتبعوا حاجه معينه بيقولوا لهم اللي هم عايزينه، للاسف مش بيطلعوا كل اللي عندهم او الطاقه اللي عندهم. كل دراسات الاندروجينات بتبقى حوالين الدلتا 50 كيلو كده 50 كيلو كده وشويه راحوا الوادي الجديد فقط. ما حدش فكر يدخل في الصحراء الرمليه، ده الكثبان الرمليه ده متحركه يا عم والله ابدا. ما تبص تطوروا بالجو، ففي تصوير جو موجود، بترجعوا للموجود ده. لكن ما اعرفش خايفين ولا بيرضوا حد ولا مش عارف ضميرهم فين، انا مش عارف. لكن الكلام ده هو الكلام بتاع بس الدكتور الباز، هو كان عايز يعمل محور التنميه، محور التنميه كان عايز ترعى من الجنوب تمشي في حته. اتكلم على الطريق مش تبعه. ها؟ يتكلم على الطريق مش تبعه. طريق ويحصل تنميه ويحصل زراعه. بعض الاماكن. يبقى عايز ميه. بعض الاماكن. يبقى عايز ميه. ايوه جميله يا دكتور. احنا بنقول له الميه موجوده اهو. واذا كانت مالحه احنا هنطلعها. طريق ميه. ان شاء الله. اتفضل دكتور. شكرا دكتور حسن. شكرا. خليها بس شكرا. المشروع بتاع استصلاح واستزراع مليون فدان اللي هو بقى مليون ونص بعد كده اضافوا 500 الف فدان تاني. عايز اعرف انتوا موقفكم ايه بالظبط بالنسبه للمشاريع دي؟ لتقنيه استخدام التقنيه المغناطيسيه في معالجه بعض مروح الارض ومروح التراب، فعلا رايكم استشاري ولا راي بيؤخذ بيه؟ لانه مفيش حاجه مكتوبه، كل اللي موجود اجتمعت اللجنه مش عارف من هيئه التنميه العمرانيه، ما بلاقيش اي حد عنده الخبره او العلم اللي بيقوله. عشان كده لو حضرتك قلت حاجه زي كده ولقيتنا صدمنا فيعني شويه واحد، لان اللي احنا متعودينه ان الناس لحد دلوقتي بتحارب ان مش هيبقى فيه مقومات لاستصلاح واستزراع مليون ونص فدان. فاحنا بنقول ان احنا لا ده احنا نقدر نزرع 95%، لان احنا قاعدين على 5%. فيبقى ده يعني مفارقه غريبه جدا. يعني حضرتك بالظبط لكم وجود في مشروع المليون ونص فدان، لكم راي ولكم وجود. انا يعني لو حد عايز يقولها لي بعد كده لنفسي مش مشكله، بس استريح. عشان عايز اقول حاجه، انا يعني اشتغلت لغايه سنه 2000 وطلعت معاك وبطلت شغل علم خالص. احسن. وقعدت بيتش. لغايه ما جت السنوات اثاره بقى فيا. رجعت تاني. ويمكن انا ظروفي صعبه شويه عشان الرؤيه عندي صعبه شويه وما بقدرش اتابع واقرا، لكن بحاول بقدر الامكان ان انا اساهم بالامكانيات اللي عندي ان انا اقدر اعملها. انا سئلت طيب انت ليه ما تبلغش؟ قلت لهم انا ما بلغش، انا ما بروحش لحد. العلم يجيني انا ما بروحش لحد. الباحث عليه انه يعمل وينشر وما يحضر مؤتمرات ويتكلم، وانتوا بقى يا حكومه يا منتنفذين فضلنا فيه. لكن انا مش هنفذ، انا ما ليش حاجه ولا ليا سلطه حتى. حتى لو كنت في شغال ما ليش سلطه، لان اللي بينفذه مجموعه ثانيه مش العلماء. استاذنا الدكتور حسن، استاذنا الدكتور حسن، انا شاهد من خلال معرض صحاري ان انا يعني انا برد على اللي مش متصور اللي الدكتور حسن بيقوله. اللي كانوا موجودين كانت شهادات حق لتجارب اتعملت على الارض المصريه بالطريقه دي،
واتكلموا على الانتاج واتكلموا على التكلفه. وافتكر المحاضره قعدت حوالي ساعتين، يعني زمان كان زمان حاجه ساعه واحده. يعني لا في عباره المصريه، بس زي ما قصدت الدكتور حسن قال هي فاضل الاراده السياسيه، ودي مش في المجال ده بس، كل مناحي حياتنا قادره على التنفيذ والخروج بحلول من خارج السنه. مهندس خميس الفراشي مدير قريه فينا واحد في الساحل الشمالي. انا جاي النهارده عشان انا عندي مشكله في المايه في الساحل الشمالي، وبدفع مليون جنيه ميه عشان اروق قريه سياحيه. فانا شايف ان الجهاز ده هيبقى نجده ليا لو ابنه. اقول لك قصه بقى عشان ايه، يعني نختصر الكلام كله. انا ليا يعني عندي الفريق بتاع ابني في الساحل الشمالي. تمام. وخدت بقى من الجهازين ده اب واكبر من شويه، وركبتهم على الميه. تمام؟ وكنت موجود ومعايا ضيوف في البيت، يعني شريف ضيوف. قبل الظهر دخلوا يتوضوا عشان يصلوا وبتاع وخلاص. هم عصروا اسرعوا يتوضوا تاني. طلع يقول لي المايه مالحه. قلت له في ايه؟ قال المايه اتغيرت، ما عادتش مالحه زي الاول. قلت له مصبنا في ايدي، ما كانتش بتعمل قبل كده، انت عملته ايه؟ قلت له انا قاعد معاك ما عملتش حاجه. طبعا كان السباك بيركب الجهازين. فانا عرفت منه ان انا ما اقدرش احكم، لان انا هحكم على نفسي مثلا. فسبت حد غريب يحكمني على ان الميه فعلا من ناحيتها قلت تذوب وصبنا. سيادتك اكتر ملوحه ممكن الجهاز ده يشتغل عليها بكام؟ لغايه دلوقتي 8000، بس ممكن نركب جهازين ونعلي. دكتور انا ساعات استاذ مساعد مع بطاطس الاساسيين. الله يحفظك. في الدكتور في البدايه اتكلم على الميه وقدرتها عندنا في مصر. في نهر النيل مميز، نهر النيل في الصحراء الغربيه متفجر دلوقتي حاليا في عين اسمها عين كفاره قريبه من سيوة، بتهدر كل يوم 20,000 متر مكعب في الصحراء. في عين طالع في اليومين دول في وادي النافور، مش عارف لها حدود وواضح فتح الكهربائيه حوالي 10,000 متر. وهي المشكله اللي حاليا موجوده في سيوة ان هناك شجر الزيتون وشجر والنخيل هناك بيتاثر سلبيا بسبب كثره المياه، وانها بتهدر كل يوم في الصحراء. محدش مهتم بهذه الميه، والميه دي متفجره من سنه 1985 للان، واتكونت هناك بحيره مالحه بسبب ملوحه الارض حواليها. لا، الارض كمان كانت بحيره وجفت وفيها شاذ كثيره بسبب انها بحيره وجفت، والحاليه الميه بتقيسوا الميه اللي في البحيره مش الميه المتفجره من المحابس اللي هي اتاثرت سنة 1985، والكي سي بتاعها 390 أو 380. شكرا.